ما أحب أنا هالدرب، وهذا اللي خلى أمي هي تنتج لي، وإلا كان صاحبت أي حد من رجال أعمال من الرؤوس الكبيرة وأنتج لي وسوالي، وأنا ما أحب شيء. طيب يمكن كرمال هيك ما وصلته؟ ممكن. أنا مرة كانوا يسوون معاي لقاء في المغرب في رمضان اللي فات، فيقول لي شو رأيك في الفن؟ قلت له الفن عفن. قلت له الفن عفن. قال لي ليش؟ قلت له شوف، من كثر ما هو جميل وحلو وأضواء وشهرة ولبس وما أدري شو، الناس أشر عليك وتبوي تتصور معك، بس فيه مشاكل وفيه بلاوي وفيه مصيبة كثير يعني، وفي انتقادات حصلتها. يقول لك طيب مدام انت عارفة ان الفن خايس ومدامك عارفة ان فيه مشاكلش انت فيه، عشان once you are in صعب انك تطلع. خلاص انت ذوقت طعم الشهرة، ذوقت طعم الأضواء، ذوقت انك توقف على الريد كاربت، ذوقت اشياء كثيرة، تطلع على أغلفة مجلات، وصعب انك ترجع. كأن الواحد يصير أدكتد، مثل ما أنت أدكتد للسجاير أو العود بالله للمخدرات، تصير أدكتد للأضواء والشهرة، وتحاول أنك توصل على فكرة في كثير من الناس، فنانات من دون ذكر أساميهم، سلكوا هذا الطريق الوعر أسميه، ومع ذلك ما وصلوا. طب يعني أفكر فيها أنا لحالي مع نفسي، حتى لو ما كانوا معاي أهلي، حتى لو أنا كنت عايشة بروحي هني في هالبلد، حتى لو طيب ما أنا ممكن أجازف، ممكن أسلق هالطريق الوعر ويمكن ما أوصل للنتيجة. طب ليش أجازف؟ ليش أوسخ سمعتي؟ لا خليني في السيف سايد، وصلت كان بها، ما وصلت فأنا بعدني أحاول. بس ما أنت من خلال الفيديو كليبات والصور والكذا عم بتبيني للناس يعني عكسك. أني أنا شي لأن احنا في مجتمع عربي، مجتمع إسلامي، لا خلني ما راح أقول إسلامي، مجتمع عربي، عندنا عادات وعندنا تقاليد، سواء كنا مسيح أو عرب، احنا كنا عند عادات وتقاليد مشكلة. فتحس إن هالشي وايد يحاصرنا، يعني مثلا صدقني لو أنا كنت أمريكية أو أي جنسية ثانية، واو وئام واو مدري شو، وعادي أسوي فوتوشوت بالبيكيني، عادي سوري أطلع نيود في مشهد من المشاهد، وأجي هني الإمارات وأكرم وأكون وجه إعلامي لكثير من الماركات هني، بس مرات تحس إن في contradiction في الموضوع، في ناس أحسهم طب ليش هالتناقض عندكم في عقولكم يعني، ولا عشان هي عربية لازم إحنا نهدمها ونحطمها؟ أو يمكن ما راح أقول عربية، لأن في كثير فنانات لبنانيات ومصريات سووا مشاهد فيها إيحاءات جنسية، وسووا مشاهد قبل سينمائية، وتصوروا بالبيكيني واستعرضوا ورقصوا وكرموا ورحب فيهم وما قالوا عنهم سوري يعني ساقطات. عندك أهل يعني. لو ما عندي أهل، لو كنت مقطوعة من شيرة وكنت عايشة في الهند أكيد راح أمثل، لأن في النهاية هذا فن. شوف إحنا دائماً كمشاهدين، مش أنا كفنانة، كمشاهدة أنا مش قاعدة أشوف شو يصير في الكواليس، وهالممثلة كيف تعبت وحاولت أنها تتقمص الشخصية عشان توصل هالمشهد، أنا برا قاعدة أشوف بس على الشاشة، أوف يا أخي هذه ما تستحي، أوف أنا ما أقدر أسوي شيء، كيف قدرت تسوي شيء؟ بس تعالي أنت دخلي لهالمجال وشوفي كيف هالبنت هذه قاعدة تتعذب عشان توصل وعشان تقرأ السكريبت وتقعد تتقمص والله. وفي ممثلات على فكرة سوري يعني راحوا وعاشوا مع بنات الليل بس عشان تتقمص هالدور، وأظني أكثر واحدة هي غادة عبد الرازق يوم سوت، ذكرني بالفيلم اللي كانت سوته ريكلام، يعني كان مو